ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وفولو الاكونت بتاعي على انستجرام. قصتنا بتبدأ ببنت اسمها كاري وايت اللي جات الدنيا بمعاناة امها في ولادتها وهي اصلا مش عارفة انها بتولدها، وكانت مفكرة نفسها انها بتحتضر بعد ما عملت علاقة مع باباها وسابها وشايفة ان ده ذنب هتعيش بيه عمرها كله تكفر عنه. مامتها ما كانتش عاوزاها وكانت هتموتها بمقص الخياطة الكبير. بتحكي وبتقول بس سابتني اعيش عشان ما قدرتش تقتلني، يكونش صعبت عليها، يا ريتها كانت موتتني وارتحت. كبرت وهي ما عندهاش اي ثقة في النفس، ده حتى كانت بتتكسف ان هي تشارك اصحابها في تمارين الكرة في المية، ولما شاركتهم خبطت الكرة في قفا زميلتها وقعدوا كلهم يضحكوا ويتريقوا عليها. دخلت الحمام عشان تاخد شاور بعد التمرين زي كل البنات ووشها في الارض وبتقول منك لله يا ماما مخلياني مش عارفة اتعامل مع الناس خالص، لكن فجأة لقت جسمها كله دم. خافت طلعت تجري وهي مش فاهمة ايه اللي بيحصل لها، افتكرت نفسها بتموت. لقت اللي معاها في المدرسة واقفين بيضحكوا عليها وبيقولوها ان دي البيريود وهي زي العبيطة مش فاهمة حاجة، يعني جات لها الدورة، هي مش عارفة اصلا يعني ايه الدورة. وقامت كريس الشريرة وصورتها فيديو بتليفونها، جت ميس الالعاب عشان تساعدها بس كانت بتصرخ جامد ومنهارة، راحت لطشها بالقلم على وشها عشان تسكتها، موقف بشع جدا. وفهمتها ايه التغيرات اللي حصلت لها وانها حاجة عادية وبتحصل لكل البنات، وراحت بيها للمدير اللي قرر ان هو يعاقب البنات اللي بيضحكوا عليها ويهنوها، وقال لها انه لازم يتصل بمامتها اللي هي ولي امرها ويقول لها اللي حصل، بس هي رفضت طبعا، اصله ما يعرفش مامتها دي عاملة ازاي. وبتحكي وبتقول لقيتني من خوفي بركز على كلدير المية قام مكسور 100 حتة قدام المدير وميس الالعاب وكلهم خاف. وبتحكي وبتقول انا مش فاهمة ايه اللي انا عملته ده وحصل ازاي، وجت مامتها وخدتها من المدرسة في وسط زمايلها واقفين بيتريقوا عليها، وكريس بيفرج الفيديو لصاحبه وبيضحكوا سفلة كلهم. وقالت لمامتها ازاي ما تفهمنيش حاجة زي دي، كل البنات عارفة يعني ايه بيريد، انا الوحيدة اللي معرفش، المدرسة كلها ضحكت عليا النهاردة بسببك. وبيجي عيل بارد من جيرانهم وراح شاتمها وقال لها يا مجنونة. بتحكي وبتقول قمت رشقها بعيني واحدة جابته الارض هو وعجلته، قام خاف وطلع يجري بسرعة احسن يا رزق. طلعت البيت لقت مامتها قاعدة تخبط في دماغها في الحيطة كعادتها، صرخت وقعدت تقول لها بطلي، وقعدت تقول لها خلي بالك اوعى حد يلف دماغك ويضحك عليك يا بت زي ما جرالي، انت كبرتي خلاص ومالكيش دعوة بصحباتك اللي في المدرسة دول هيعلموك قلة الأدب والسفالة. راحت قالت لها اللي انت بتقوليه ده كلام مش صح والكتاب المقدس ما فيهوش كلام من ده، وراحت مامتها ماسكاها وضربها بالكتاب المقدس في وشها، وقالت لها مش هوديك المدرسة دي تاني، يلا هنصلي عشان الرب يغفر ذنوبنا. قالت لها لا بقى، لو على الذنب ده فده ذنبك انت، انت السبب في ضحك العيال عليا النهارده يا اختي، عشان ما كنتيش بتفهميني اي حاجة عن جسمي وعن الحاجات اللي هتعدي عليا. اتنرفزت مامتها واتحولت عليها ورمتها جوه أوضة صغيرة قوي وقفلت عليها الباب بالمفتاح والترباس، وقعدت هي تصرخ وتصوت عشان تفتح لها، وهي تقول لها صلي عشان تكفري عن ذنوبك. ذنوب ايه اللي اكفر عنها وانا عملت ايه؟ تقوم البنت الشريره كريس تنشر الفيديو اللي صورته على النت وتخلي الناس كلها تشوفه، ومامتها بتيجي وتشوفها في الاوضه الضلمه وتطبطب عليها وتضفر لها شعرها، ولكنها عملت حاجه. ايه الجنان ده بقى؟ بتعاقب المدرسه البنات اللي عملوا كده وتقول لهم لازم تجروا دلوقتي قدامي عقاب على الفيديو اللي انتشر، للبنت الغلبانه اللي فضحتوها امبارح واللي مش هينفذ عقابي مش هيحضر الحفل. البنت كريس ما بترضاش تكمل العقاب، والبنت سو اصلا حاسه بالذنب ناحيتها وما بترضاش تتضامن مع كريس، وتمتنع كريس من حضور الحفله وتتجنن. ولما وقفت عند مرايه وبدات تكتشف قدراتها الجامده اللي بجد واللي كسرت المرايه وحركت الازاز في الهواء بعينها، بحثت عن النت عن القدرات السحريه الخارقه وعرفت تحرك العالم في اتجاه معين وهي في الحصه بعينها. قومها مدرس الفصل عشان تقرا قصيده وقعد يتريق عليها ويضحك الفصل كمان عليها. انما المفاجاه اللي بعد كده لما تومي روز صاحب البنت سو دافع عنها وقال انها شاطره وان اللي بيعمله المدرس ده غلاسه. نسيت اقول لكم كمان ان مامتها خياطه وعندها محل تفصيل، جت مامت سو عشان تاخد فستانها واعتذرت لمامتها عن اللي عملته بنتها، وقالت لمامتها ان سو طيبه لولا زمايلها الشياطين هما اللي بيزقوها على الحاجات الوحشه. ردت مامتها وقالت ان هي ما شافتش حد طيب خالص في مدرسه كاري. ونسيت كمان اقول لكم ان مامتها بتقعد تشرح في جسمها بسكينه كده لما بتتوتر. يروح ابو البت كريس للمدرسه ويقول مش من حقكم تمنعوا بنتي من الحفله، انتوا كده بتستغلوا سلطتكم علينا، انتوا مش عارفين هي بنت مين ولا ايه. يرد مدير المدرسه ويقول بنتك مش مظبوطه يا حاج، دي بتهين زميلتها كاري هي وشلتها. يرد ابو كريس انا بنتي زي الفل وما عملتش حاجه واللي عنده حاجه يثبتها. وترد ميس الالعاب الطيبه انت بنتك رفعت الفيديو اللي على النت بتاع الطالبه كاري، واذا كان مش عاجبك انها مش هتحضر الحفله كعقاب لا بقى انا هبلغ عنها وادخلها لك السجن، ما تطلعي يا كريس التليفون وفرجي ابوكي. بتخاف كريس وما بترضاش، بيستمر عقاب كريس اللي مجننها انها ممنوعه من دخول الحفله. وتروح كريس لسو في صاله الالعاب الرياضيه وتقول لها بتتخلي عني، ايه امور الوطنيه دي، خليكي عارفه انك بتعملي كل ده عشان تروحي الحفله مع تومي طبعا مش عشان انت طيبه ولا نيله. وبتكون البنت سو مجهزه فستان احمر عشان تحضر الحفله بيه، بس هي حاسه بعقده الذنب ناحيه كاري. كاري بدات تجرب السحر اللي عندها في اوضتها وقدرت تحرك الكتب بعينها، وبايدها رفعت السرير ورفعت نفسها في الهواء. وبتيجي امها وهي مفكره ان في نصيبه في اوضتها من الاصوات اللي هي سمعاها، لكن بتعمل نفسها نايمه ومامتها ما بتلاقيش اي حاجه. وبتطلب سو من تومي روز صاحبها ان هو ياخد كاري معاه للحفله بدلها، لكنه بيستغرب يقول لها انا مش هرضى. لكن سو كانت عارفه باعجاب كاري بحبيبها وان هي بتبص له لما هو انقذها من المدرس الغلس. يجي تومي روز ويكلم كاري عشان تحضر معاه الحفله، لكن هي بتتوتر وبتسيبه وبتجري، وبتكون مستغربه ان الولد الامور ده عاوز يخرج معاها هي. بيجي وراها ويقول لها انا مش بضحك عليكي على فكره، فبتقول له انت مش مصاحب سو؟ يقول لها هي مش عايزه تيجي معايا
حفله. بتروح تقعد في اوضه اللبس لوحدها وبتعيط. بتيجي ميس الالعاب الطيبه اللي بتحبها وبتدافع عنها وبتسالها مالك. بتحكي لها عنها وعن تومي وانه عاوزها معاها في الحفله. بتقول لها طب وايه المانع، تومي مز وامور جدا واي بنت تتمناه روحي معاه. بتقلق ميس الالعاب عليها ليكون تومي وسو وكريس بيعملوا فيها مقلب، وتروح تحذر سو تومي لو بيخططوا مع كريس عشان ياذوها تاني فهي مش هتسمح لهم. لكن تومي وسو بياكدوا للميس انهم عاوزين يساعدوها بعد اللي حصل. بيروح تومي وراها تاني وهي مروحه عشان تقبل انها تروح مع الحفله. بصراحه الولد عاجبها وبتقول في نفسها ان هي لازم تقبل وتروح معاه، بس بتقول هروح الساعه 11 عشان اشوف بقى فستان تفصيلته حلوه كده وافصل زيه. وبتقول كمان وبتحكي انها بتعرف تخيط زي مامتها. بتقول اقول لماما اني اروح الحفله تشغل جنون عليا وتقول لي لا هيضحكوا عليكي تاني يا هبله وهتيجي تعيطي لي، فاشغل انا كمان سحري واطير لها البيت كله في الهواء واطيرها هي نفسها واقول لها هروح يعني هروح. فمامتها بترد عليها وبتقول لها يا ساحره انت جواكي شيطان. فبتقول لها لا انا زي جدتي عندي شويه قدرات ولازم استغلها، من هنا ورايح انت مالكيش كلام عليا بذوق احسن لك بدل ما انت عارفه هتشوفي مني ايه، وبعدين الصلاه ده انت صليها انما انا هروح الحفله. بتخطط كريس الشريره مقلب ليها انيل من اللي قبله، وتروح هي وصاحبها المزرعه وتجيب خنازير وتذبحه وتاخد دمه. ولسه كاري بتخلص تفصيل الفستان الورد الجميل، ومامتها بتحاول معاها انها ما تروحش الحفله، لكن هي بتقولها فكك مني. وبيوصل تومي ببدلته البيضاء وعربيته الكبيره وبتحاول مامتها تاني انها تمنعها الخروج. فبتكرر كاري ان هي تشغل السحر بتاعها وبتقفل بق امها وبتحبسها جوه الاوضه اللي كانت بتحبسها فيها وبتقول لها صلي انت بقى. مامتها بتحاول تكسر الباب فبتقوم هي لحم الباب بعينها الخارقه وبتعلي الكاسيت على الاخر، وبتخرج لتومي وكانها سندريلا. بيقول لها تومي ما احنا حلوين اهو، كنت مخبيه الجمال ده كله فين؟ وبتبقى فرحانه قوي بكلامه وبتتوتر لما بتوصل الحفله. وبتقول لتومي استنى شويه بلاش ندخل دلوقتي. بيطمنها تومي وبيغير مكان ورده فستانها وينقلها لايدها ويقول لها كده احلى كتير. وبتحس فعلا ان هي بقت احسن وبتدخل الحفله بس كانت مكسوفه شويه. بتعجب بنت في الحفله بفستانها فبتزيد ثقتها بنفسها. الكل بيرقص والجو حلو قوي وهي مبسوطه خالص. بتيجي مثل الالعاب وتقول لها انت حلوه قوي، ويبعت تومي رساله لسو ان الامور كلها تمام وانها وحشاه. بيتحايل تومي عليها عشان يرقصوا سلو مع بعض وهي بتبقى خايفه، بس بيقول لازم نجرب كل حاجه. وبيرقصوا سوا وبيطلع الرقص ده حاجه سهله والدنيا بتكون تمام. بتحاول مامتها تفتح الباب لكن بتلاقي الترباس مش عايز يتفتح وما بتعرفش تخرج. وطبعا كالمعتاد كل حاجه حلوه عمرها قصير. تيجي البنت الشريره كريس ومعاها صاحبها من فوق وتحط دم الخنازير في جردل كبير وتعلقه فوق المسرح ويهددها صاحبها انها لو هتفتن عليها هيموتها. تيجي رساله من كريس لسو ان صاحبتها الحلوه اللي هي كاري هتاخد مقلب كبير قوي دلوقتي. تجري سو على الحفله عشان تنقذها، ويقوم اصحاب كريس الاشرار بتبديل كل ورق اللي في الصندوق عشان يختاروا تومي وكاري ويطلعوا على المسرح. وفعلا كاري بتطلع على المسرح هي وتومي زي الامير والاميره، وبتوصل سو عشان تحذرها لكن للاسف ما بتعرفش، وهوب بيتقلب عليها جردل الدم وبتتحول لشبح دموي فظيع ويبدا الكل يضحك عليها. وتقرب ميس الالعاب منها عشان تساعدها فبتطيرها في الهواء. يا كمان بيقع الجردل الحديد على دماغ تومي وبيموت. حاولت تكلمه ما ردش، وبتهرب كريس وصاحبها. فبتقول لهم كاري ان هي هتفرجهم وتوريهم هتعمل فيهم ايه، دي هتبهدلهم كلهم ويشتغل السحر اللي بجد وفرتكت قاعه الحفله وكل اللي فيها طيرتهم في الهواء. فتحت حنفيات المايه اللي في السقف والكل بيحاول يهرب منها ومن سحرها، لكن في ناس اتداست بالرجل لحد ما ماتوا. ومسكت البت اللي بدلت الورق عشان تساعد كريس وموتتها محروقه وولعت القاعه كلها في مشهد ماساوي وحزين جدا. فبتحكي وبتقول ده كان لازم يكون جزاؤهم عشان يضحكوا عليا كويس. بتحاول كريس وصاحبها الهروب لكن لقوها في وشهم وزلزلت الارض من تحتهم وحاولوا ان هم يقتلوها لكن بحركه من ايدها خليتهم يعملوا حادثه ويموت صاحب كريس. وبتطير العربيه وتموتها مشوهه بازاز العربيه اللي رشق في وشها، وولعت العربيه بكريس وصاحبها. والصوت لف في القاعه وتشوف كل مناظر القتل والحرق والدم والاصابات اللي في كل مكان. قررت ان هي تروح البيت وعاوزه مامتها عشان تقول لها يا ريتني سمعت كلامك. وبتلاقيها خرجت من الاوضه اللي حبستها فيها بعد ما كسرت الباب. بتدخل الحمام وتلاقي منظرها مرعب قوي ويخوف. اخذت شاور وطلعت شبه ملايكه من تاني ولا كان اي حاجه حصلت. ولقيت مامتها في وشها واعتذرت لها وحضنتها، لكن مامتها كانت محضره لها سكينه كبيره عشان تقتلها وغرزتها في ظهرها. فعلا راحت مطيره مامتها في الهواء ووقعت منها على السلم وجت تاني وراها بالسكينه الكبيره اللي في ايدها وقعدت تتحايل عليها انه بلاش. راحت مع وراها في رجلها. راحت كاري مستخدمه سحرها ورفعتها في الهواء لبعيد خالص ووجهت كل المقصات والسكاكين اللي في البيت ناحيه امها خلصت عليها وصلبتها في الحيطه وقعت كل الحاجات اللي اتصلبت بيها ووقعتها كمان على الارض. دخلت سو للبيت وشافت مامتها وهي بتموت، وكاري قالت لها انا اللي قتلت امي، وبتتاسف سو على اللي حصل وبيبدا بيتها ينهار ويتكسر. وبتحاول سو تساعدها عشان تخرج من البيت بسرعه، لكن كاري بتمد ايدها على بطن سو وبقوتها السحريه عرفت ان
نسوح حامل في بنت. ماي كانت مقضيها مع تومي زي كل بتوع الثانوي. كاري بتقول ان هي راحت مطيرها مره واحده فخرجت بره البيت وبيختفي البيت وسط صرخات شيطانيه، وفي الاخر بتشوف سو البيت اللي مبقاش موجود، وبعدين بتيجي سو عند مقبره كاري وبتحط ورده بيضاء وبتولد سو بمعاناه جديده زي مامتها، وتكسر سو كل حاجه حواليها ويخرج من سو بدل البيبي ايد شبه ايد كاري، ويطلع كل ده كابوس مزعج بتمر بيه سو. بتقوم وهي بتصرخ وهي ماسكه في ايد مامتها من الرعب والخوف اللي مر بيهم في الحلم، وبطنها قدامها شبرين وعربيه البيب متجهزه جنبها. وبكده احنا وصلنا لنهايه القصه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه بتاعتي الاولانيه والقناه دي وفولو الاكونت بتاعي على الانستجرام. يا رب يكون الفيديو معاكم عجبكم. السلام عليكم.